بسم الله الرحمن الرحيم. بخصوص ملف التعليم والتحصيل الدراسي إلى المساجين في سجن جو المركزي، طبعا هنا في إشكاليات وتوجد عراقيل وصعوبات تصادف المساجين في قضية اللي هو كيفية اللي هو إكمال دراستهم وتحصيلهم الدراسي. وهذه العقوبات طبعا واردة على أساس أنه ترى مبرمجة من قبل الجهات الرسمية من جهة، ومن جهة أخرى كذلك عدم تذليل عقبات أمام هؤلاء المساجين طوال فترة اللي هو الاعتقال اللي عاصره، خصوصا أن نحن عاصر تقريبا 5 سنوات في داخل السجن. ففي إحصائية أخيرة تقريبا في 2016 تتكلم عن أن هناك 643 شخص أعمارهم ما بين 16 و21 سنة. هذه المرحلة ضمن اللي هو التحصيل الدراسي الرسمي في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، خصوصا أن بعض المراحل الابتدائية ما أكملهم مسبقا، فجاء بكملها في السجن الحين. فهالفترة هذه إذا كان التحصيل الدراسي ما في إمكانية أنه يقدم فيه، ما ممكن أنه في المرحلة الجاية بعد أنه يستفيد من اللي هو الخدمات التعليمية، خصوصا أن في البحرين هنا عندنا اللي هو التعليم مجاني، بل التعليم الزامي في المرحلة الابتدائية، بينما هو ما يجد حظ في الاستفادة من هذا الجانب وهذا القانون، وتوضع أمامه عراقيل من ضمنه. يعني إذا كان التعليم الزامي من جهة ومجاني في نفس الوقت، فما بالك أنه قاعد تفرض رسوم على الطلبة اللي بيسجلون في المرحلة الإعدادية والثانوية الابتدائية. كذلك هناك عدم توفير القرطاسية التي تساعد الطالب على الأداء الجيد، وعدم وجود كراسات المراجعة والأدوات الهندسة والآلة الحاسبة وغيرها. كذلك أن هناك في أيام الطوارئ تم إلقاء أو في عدد من الامتحانات في كافة المستويات حرمان الطالب من أداء الاختبار الذي ينتج عنه رسوب بالنتيجة، أنه بيرسل في المادة نتيجة أنه ما قدم أساساً الاختبار، وهنا أساساً ما يقوم عملية مراجعة، هناك فقط اللي هو أداء الامتحان النهائي. فإذا تم حرمانه من الامتحان النهائي فمتى بيستفيد يعني من اللي هو المادة هذه؟ كذلك عدم إعطاء الوقت الكافي في الاختبارات التحصيلية النهائية. يعني حكم أنا كنت مدرس سابق في وزارة التربية، يعني أقل امتحان ساعة ونص ساعتين، الآن ربع ساعة ثلث ساعة الطالب يؤدي اختبارات في المرحلة الثانوية، يعني شيء غير معقول. عدم اللي هو توفير اللي هو البيئة المناسبة لتقديم الامتحانات، حيث يتم عملية الامتحان في مكان غير مناسب، عدم وجود طاولات داخل خيمة غير مكيفة، عدد كبير متكدس على بعضه، فضلا عن عدد المراقبين اللي هم أساسا مو من أهل الاختصاص. يعني مفترض أنه هاي تكون تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، بينما هناك قوات حفظ النظام موجودة، قوات الشغل هي التي تقوم بعمل مراقبة الاختبار. يعني حيث شلون بيتعامل في طلبة يقدمون اختبار في ظل أجواء مشحونة ويعني عدم توفير بيئة مناسبة أنه يقدم في اختبار، لا نفسيا ولا لو في حال أنه وجد عنده استفسارات أو اللي هو مناقشة حول الاختبار. كذلك هناك في بعض المتطلبات لبعض المواد الدراسية لا يتم توفيرها. يعني إذا بنش امتحان رياضيات وما عندي آلة حاسبة، أنا شلون بنجح فيه؟ شلون بقى إذا يتطلب مني استخدام الآلة الحاسبة أساسا في أسئلة الاختبار؟ مش مطلوب فيها هالشيء. كذلك عملية تغيير مقاعد السجناء في 10 دقائق، التشويش عليهم، تشتيت انتباههم، يعني هناك شكل متعمد اللي هو التأثير على تحصيل هؤلاء، وإنما تكديس هالعدد الكبير في تقديم الاختبارات لتبييض صورة فقط أن احنا والله قاعدين نتعامل مع المساجين على أنهم ترى لهم حق في التعليم والدستور كفل هذا الشيء، لكن عمليا في التطبيق لا يوجد
اللي هو اهتمام ومباشرة لهذا الأمر. الناس حاملة عملية تخبط بشكل عام في مسألة اللي هو التعامل مع قضية التحصيل الدراسي، وهناك مشروع موازي مطروح تحت ما يسمى مشروع ناصر اللي هو أعداد إنه اللي يضم فقط 40 طالب لتبييض اللي هو الصورة أمام اللي هو المجتمع الدولي ليس إلا. أما عمليا لا يوجد هناك تقديم خدمات في الجامعة التعليمية على الرغم أنه كل يعني التساتير كفلت هذا الشيء. بالنسبة للدراسة الجامعية لا توجد آلية واضحة كذلك لإكمال الدراسة، وإن كان هناك نموذج أو نموذجين في هذا الشيء. يعني النموذج واحد أنا أتذكره أنه كان هذا مجرد تم استغلاله كذلك لتبييض صورة اللي هو الوضع الحالي بأنه هناك اهتمام بهذا الجانب، بينما هناك الكثيرين من وصلوا إلى مرحلة الدراسة الجامعية ولم يتم توفير خدمة اللي هو أو حتى وضع آلية واضحة لكيفية إكمال دراستهم، على الرغم أن هناك في جامعات محلية ودولية لديها الرغبة والاستعداد في اكتساب السجناء لديها مقابل مؤقت وآلية واضحة لكن عدم وجود آلية واضحة عند الإدارة ما يمكن أن هي تقدم هذه الخدمة. شكرا جزيلا. يعني عمليا اللي هو الامتحانات اللي جاي اختبارات الرسميه جاي باسم وزاره التربيه، بس التطبيق هنا في الاداء العملي يتم تحت اشراف اللي هو اداره السجن. كان سابقا يحضرون مدرسين فقط في اثناء الاختبارات، الان لا، الحين قوات حفظ النظام موجوده وشرطه اللي هو الاداره، ويتم خلق عراقيل امام الطلبه على اساس انه حتى ما يقدر يقوم. بعض تعرضوا للإيذاء والاعتداء الجسدي نتيجة اللي هو أداء اختبار، لأنه طلب مطالب مثلا مشروع داخل الاختبار. يعني هذا الطالب عفوا الطالب يعني يحتاج إلى توفير وقت كافي إلى أداء الاختبار، يحتاج إلى مراجعة مسبقة إلى الاختبار، يعطى لهم الكتب تقريبا قبل أسبوع من موعد الاختبارات. هذا كتاب كامل شلون بيدرسه قبل أسبوع، بينما هو مسجل قبل فصل كامل، يعني قبل 4 أشهر مسجل في البرنامج أنه يدخل ضمن الصف المستوى المعين في وزارة التربية والتعليم. يعني مثلا الصف السادس يحتاج أنه يستلم الكتب قبل 4-5 أشهر بداية السنة على أساس أنه يقدر يأخذ مدة كافية للمراجعة، بينما الكتب ما تجلب إليه إلا قبل أسبوع من موعد الاختبار. فهذا يشكل ضغط شديد على الطالب من جهة، من جهة أخرى يجي للطالب أنه ترى في أثناء الاختبار أداء عدم توفير الأجواء المناسبة إلى أداء الاختبار. هناك عسكريين على رأسه، عدم توفير اللي هو الاستعدادات المستلزمات مثل آلة حاسبة مثل طاولة مثل كرسي، بعضهم جالسين على الأرض، بعضهم يتعرضون مجرد أنه يتعمد تأخير عن الاختبار فضلا عن استلام الأوراق قبل الموعد المحدد، غير مقبول منه أنه حتى يستفسر عن بعض اللي هو الأمور المتعلقة بتسليم الأوراق أو إجراءات اللي هو الإدارية نفسها. أنا تأخرت أحتاج وقت زيادة، يقول لك بس أنت ممنوع من الاختبار، وكأنها عقوبة إدارية، غير انه في نماذج تعرضت للايذاء ونقلوا بعضهم الى الانفراد، يعني من الامتحان الى الانفراد. يعني شلون يعني هي يصير هذه؟ طالب يقدم امتحان ينقل مباشره الى الانفراد بعد الاختبار مباشره، في عمليه ايذاء نفسي، ايذاء جسدي، تعمد في عدم اللي هو حصولهم على اللي هو درجات كافيه تؤهلهم للمرحله اللاحقه. المهم الاهم انه يسجل كرقم انه قدم اختبار وان وفرنا له الحقوق بشكل على قولتهم يعني رسمي، اما عمليا هو لا يستفيد من هذا البرنامج ابدا.